منبلش بس أطلب بليز من كل اللي حاضرين إنه to turn off the cameras والمايكروفونز بليز, بس الأشخاص يلي رح يكونوا ضيوفنا إذا في مجال نكون عم ندور الكاميرا والمايكروفون لنقدر نسمع على بعضنا بسبب التشويش بين الأصوات بالباكراوند. لكن الليلة أول شيء بدي أقلكم مساء الخير, وهون إحنا كلنا اليوم تحت عباءة كلية الصحة بجامعة الحكمة لا نكون بهالويبينار بعنوان COVID-19 Vaccination the Road to Immunity على موضوع التوعية وأهمية اللقاح, اللقاح ضد هالوباء يلي هو COVID-19, وإضاءة أكثر لبعض frontliners بالصفوف الأمامية من ممرضات وإخصائيي أشعة وفيزيوثيرابيست وغيرهم, هن فعلا بالصفوف الأمامية إضافة للأطباء طبعا بالحرب بمواجهة الوباء الخطير جدا يلي عم يغزي العالم. مشان هيك رح يكون معنا طبعا عميد كلية الصحة بجامعة الحكمة دكتور ديالا الخوري, دكتور ميرنا دومة نقيبة الممرضات بلبنان مستر بول مقدسي اللي هو أخصائي تصوير أشعة ورنين مغناطيسي أو MRI, ودكتور كارلو سعد كمان اللي هو رئيس قسم الفيزيوتيرابي بمستشفى أو مركز كليمونسو الطبي. بنهاية هالويبينار رح يكون عنا توصيات تظهر من المشاركين طبعا من هدف التوعية على الموضوع يلي عم نحكي فيه, وهو أهمية اللقاح وأهمية طريق المواجهة ضد COVID-19 هالوباء الخطير جدا. قبل ما نبتدي مباشرة بدي أعطي الكلمة للبروفيسور جورج نعمي اللي هو نائب رئيس جامعة الحكمة وعميد كلية الاقتصاد فيها. بروفيسور نعمي تفضل الكلمة لك. مساء الخير للجميع وثانك يو مستر شاهين. أنا بمسيكم بالخير وبرحب فيكم بهالويبينار باسم رئيسة الجامعة البروفيسور لارا كرمبستاني. بدي رحب خصيصا بأصحاب السعادة نقباء المهن الطبية اللي تكرموا يكونوا معنا اليوم ليشاركونا بآرائهم القيمة لحتى نوصل لهدفنا اللي هو هدف التوعية الاجتماعية. ولقائنا اليوم هو دليل لالتزام جامعة الحكمة بمسؤوليتها المجتمعية ضمن إطار التوعية الوطنية والطبية. بدي أتشكر فريق العمل اللي حضر هذا اللقاء, كلية الصحة العامة بشخص عميدتها دكتورة ديالا الخوري وفريق عملها اللي تعاونوا لتنظيم هذا اللقاء. بدي أتمنى أنه يكون هذا اللقاء مفيد لنا جميعا لنشر التوعية اللازمة, وبتمنى تبقوا جميعا بخير لحتى نقطع هذه الجائحة وننقل بلدنا جميعا لمكان أفضل من ما هو اليوم. Thank you, يعطيكم ألف عافية. Thank you Professor. Thank you Professor نعمي. رح نروح directly لدكتور ديالا بالبداية. دكتور ديالا الخوري طبعا وهي مثل ما قلنا عميد كلية الصحة بجامعة الحكمة وباحثة وأستاذة بمحاضرة بجامعات وطنية ودولية وتشرف كثير من الأبحاث وتعمل بسياق حملات توعية متعلقة بالصحة العامة والطب الوقائي, وأيضا كمستشارة علمية بعدة مؤسسات وطنية. دكتور ديالا أنا رح أعطيك الكلمة بس كبداية, بس سؤال كل الناس عم تسأله. أول شيء أهمية الفاكسينيشن أكيد حكينا كتير فيها, بهمنا نعرف أكتر منك, بس الناس خايفة شو الـmRNA, شو سر اللعبة بين الـmRNA والفيروس العادي يلي منحطه بالجسم. الناس عم تسأل وعم بتكون مترددة بهيدا الموضوع, إذا فيك توضحي لنا هالأفكار أكتر, وطبعا تحكينا أكتر عن عقيدة المولكولر بيولوجي, أو فعلا الناس ببعض الأحيان بيصيروا يقولوا أنه لا بركة صار لي شيء, أو بركة أفشوا عني شيء, أو بركة رقبني بيل جيتس, ومن كل هالقصص يلي عم بتدور بفلك تفكير الناس العاديين. أنا بعطيك الكلام, تفضل يا دكتور. مرسي مسيو شاهين. أول شيء بحب أقول أنه كلنا بنعرف جائحة كورونا أو COVID-19 pandemic عم تسبب لمقتل كتير ناس بالعالم,
اليوم الأرقام بتقول إنه في بحدود 112 مليون مصاب ومليونين ونص وفاة، مثل ما ريبورتد من منظمة الصحة العالمية. لحد اليوم الفاكسين هو الطريق الوحيد لنقدر نسيطر على هذه الجائحة، ورح نشوف كيف وليه. نحن عم نقول هدفنا هو الهيرد اميونيتي أو مناعة القطيع. مناعة القطيع جربوا بكذا بلد أنه يكتسبوها بطريقة ناتشرال بدون فاكسين، بس هذا الشيء ضغط على القطاع الصحي وسبب بوفاة الجميع. نحن عم نجرب نتوصل للهيرد اميونيتي أو مناعة القطيع عبر الفاكسينيشن. إذا بنطلع هون بنشوف هالفاكسينيشن رح تخفف التشين اوف ترانسميشن، أو كيف الإنسان يقدر يكون هو المكان لتكاثر الفيروس. بمجرد ما هو منه هوست، منه مكان لتكاثر الفيروس، هالفيروس ما بيقدر ينتقل، ومنوصل لمطرح مش ضروري نطعم 100%، بس إذا منوصل لسبعين أو 80% من الناس للطعمت أو يلي أصيبت بالفيروس، منكون نحن وصلنا لمناعة القطيع وقدرنا نتخطى الجائحة. رح نشوف على السريع الفاكسينز اللي عنا، شو الـ mRNA technology مثل ما تفضلت وسألت هلا، ونشوف ليه نحن ما لازم نخاف، وكيف السيفتي كانت مونيتورد كل شيء بكل مراحل هالفاكسين. بدي أحب لكم إنه عنا، عم تقدروا تشوفوا الصور الباوربوينت؟ Yes. Yes. اوكي. مش مظبوط انه الفاكسين هو بس عملية تجارية. كان في سبق لهالفاكسين من له race for COVID-19 vaccine. وهالفاكسينز كلهم عملوا same safety standards، قطعوا بكل المراحل يلي بيقطع فيها الفاكسين يلي هي معروفة من phase 1 لphase 4. وصل على النهاية يلي هن FDA approved هلا، يلي هن فايزر وموديرنا. ومبارح FDA عم بتقول انه جونسون اند جونسون ممكن بكرة كمان ياخد الامرجنسي approval يلي انعطت للفاكسين. فاذا نحن كان عنا السبق قطع هالفاكسين بكل المراحل، phase 1 يلي هي الفولنتيرز اللي هن مئات الفولنتيرز، phase 2 3 and 4 مثل ما قلت. هلا عنا فايزر وموديرنا وافقت عليهم الاف دي اي وجونسون قريبا. اللي ما بنعرفه هو قد ايه هيدا الفاكسين رح يحمينا، يعني 3 اشهر 6 اشهر سنه، هيدا هو بعد نقطه الاستفهام. فاذا اذا نحن بنقول ليش هالقد سرعنا، كيف معقول هالفاكسين هالقد كان سريع؟ في عده اجوبه لهالموضوع، لانه الباحثين او الريسيرشر اوريدي استعملوا كلينيكال ترايل نتوركس، يعني استعملوا اشياء بيعرفوها قبل ما فاتوا بأبحاثهم على الكوفيد 19 فاكسين. وحتى التصنيع أو المانيفاكتشرينج بلش in parallel بذات الوقت المراحل الاختبارات السريرية. وكمان بحب أقول أنه الـ mRNA فاكسين بطبيعته بيتصنع بطريقة أسرع، وبذات الوقت الـ FDA والCDC اللي هني مركز مكافحة الأمراض كانوا عم بيعطوا priority أو أولوية لدراسة كل الملفات. كل الأشياء اللي رح نقولها اليوم هي مبنية على دراسات علمية من منظمة الصحة العالمية ومن الCDC اللي هي مركز مكافحة الأمراض. إذا بتحبوا نشوف هون بالأرقام، مش مزبوط مثل ما نقال إنه نحن هلأ حق التجارب، لا، لأنه الفاكسين قطع بكتير مراحل على ألوف من الناس. نبقى منقدر نبعث لكم هالأرقام، ألوف الناس يلي شاركت بالأبحاث السريرية، أكان بفايزر أو أسترازينيكا أو جونسون إتسترا. كمان الديل إفكتفنس تبع هالفيروس، الأبحاث فرجت أنه فايزر 95% إفكتف، موديرنا 94%، الروسي سبوتنيك 92%، نوفافاكس 89% إلى آخره. كل فاكسين عنده effectiveness أو فعالية كتير عالية. بعدين بيجي إطار كيف نحن بنعمل storage لهيدا الفاكسين، وهيدا الشيء المراكز والمستشفيات عم كل مركز بلبنان وبالخارج عم بيتمرن عليه.
نقطة سريعة عن الفاكسينز. الناس خايفة كتير من الـ RNA. الـ RNA منه شيء مخيف. نحن صحيح أنه معودين عادة traditional vaccines بيكونوا proteins أو فيروس مضاعف أو اللي بنسميه attenuated virus. مثلاً البروتين مثل يلي رح يعملوا اللي عملوا نوفافاكس attenuated virus مثل الفيروس الصيني، بينما الـ RNA example مثل فايزر وموديرنا الأسترازينيكا هو عبارة عن vehicle أو vector منحط فيه شقفة صغيرة من الفيروس. نحن معودين أكثر على الفيروس المضاعفة، معودين أكثر على البروتين. هلأ عنا الـ RNA. RNA منه شيء بيخوف. نحن as molecular biologists من عنا عقيدة، هي عقيدة مبنية أكيد على الدراسات العلمية، من إلا central dogma of molecular biology بتقول إنه DNA أو الجينات اللي عنا تتحول كلها لـ RNA، والـ RNA بيتحول لبروتين. نحن كيف فينا نستفيد من هالفاكسين اللي هو RNA ليتحول لبروتين؟ قبل ما قلكن كيف، بدي قلكن إنه هيدا الـ RNA ما بيغير لكم الـ DNA تبعكن، ما بيفوت على النواة أو النوكليوس تبعكن، ما بيعطيكن المرض إنه يصير عندكن COVID-19. صحيح إنه الـ mRNA فاكسين جديد، بس التكنولوجي منا جديدة. حتى الكانسر ريسيرش استعملت كتير ماسنجر RNA. سو ما بليز ما تسمعوا الفيديو اللي بيوصلوا لكم على الواتساب او عبر المواقع التواصل الاجتماعي اللي بيصوروا لكم RNA انه هو تشيب او شيء غريب. RNA بكل بساطة هو كود بينعمل بالمختبر، هو غلفوه بليبيدز نانو بارتيكل، بيفوت على الجسم، بيعطينا البروتين يلي هي البروتين تبع الفيروس تبع غلاف الفيروس، وبيرجع بيعمل اوتو ديجريديشن. بس ليه مهم انه يصير عنا هالبروتين، هالفيرال بروتين؟ لانه جسمنا رح يفرض انتي بوديز، مضادات للمناعه، توقتا نشوف الفيروس بنكون حاضرين وما منفوت بكل العوارض والمشاكل تبع الكوفيد 19. في عوارض جانبية، نعم، هن عوارض جانبية مثل حرارة أو وجع راس أو وجع بالجسم، بس هي عوارض كتير طفيفة انعمل عليها دراسات، والناس اللي عملت حساسية هن ناس كتير نسبتهم ضئيلة، وحتى الحساسية الرياكشن تبعها إلى دواء سريع بالمستشفى أو بالمركز اللي بيكون نعطى فيه الفاكسين. وبرجع بقول كانت أعداد كتير كتير متدنية. هل الكوفيد 19 فاكسين سيف؟ أكيد سيف، لأنه الليجين اللي بتتعاطى بالسيفتي منا مرتبطة بالمراكز أو الشركات اللي بتصنع الأدوية، هي ناس مستقلة منسميهم for example vaccine and related biological products advisory committee etc. فتعطيكم مثل يمكن شوي بيريحكم. اليوم صار في 222 مليون شخص بالعالم تلقى أول دوز، و 45.5 مليون شخص تلقى تاني دوز. يعني نحن مش حق التجارب، إذا بدنا نحكي كلبنان، ملايين من الناس already أخذت هيدا اللقاح. فالتشالنج هون أنه بدنا يكون عنا confidence للقاح. 58% من الناس بتقول انه هن ما عندهم confidence. فنحن هون لنشرح لهم عن السايد افكت، كيف بيمشي، is it safe. والسي دي سي او المركز مكافحة الامراض شهر الماضي عمل شيء اسمه building vaccine confidence in health systems and clinics، والاتكال على الهيلث كير بيرسونيل، يعني الناس اللي بيتعاملوا بالحقل الطبي، ان كان اطباء او ممرضات او مثل ما رح نشوف اليوم الأخصائيين الأشعة، الفيزيوثيرابيست etc. So أهم شيء الأوبجكتيف to promote confidence among healthcare personnel in their decision to get vaccinated and to recommend vaccination to their patients. يعني ياخدوا اللقاح، وكيف يفسروا للpatients، لعيالهم، لأصحابهم إنه هيدا اللقاح منه conspiracy theory، هيدا لقاح قطع بكل الاختبارات. نحن هون بكلية الصحة بجامعة الحكمة عنا الساينس انفيرميير ايماجري ميديكال فيزيوثيرابي، ورح اترك هون المجال لعميدة سوري لنائبة النيرسينج تقدر تفسر لنا شو اللي عم بيواجهوه هن ك
nurses كممرضات وتفسرنا أكثر شو عم بيصير بالتلقيح بلبنان. شكرا. Thank you دكتور ديالا. رح ننتقل طبعا ل دكتور ميرنا دومت وهي نائبة الممرضات بلبنان وعضو اللجان الوطنية التابعة لوزارة الصحة العامة للتوعية من سرطان الثدي والرعاية التلطيفية وممثل وزارة الصحة العامة بمجلس التمريض العربي وأستاذة محاضرة في ومؤسسة بكلية التمريض بالأليو وأحد مؤسسي منظمة التوعية غير الحكومية لسرطان الثدي. دكتور ميرنا، دور الممرضات والممرضين وأهمية أخذ اللقاح وأهمية دور بالمتابعة من أول ما يصاب الإنسان لا حتى بخلال مرضه وما بعد ذلك، الكلمة لك، فضلي. بونسوار جميعا. قبل ما أقول أي شيء أنا بحب أشكر جماعة الحكمة، بحب أشكر دكتور الخوري لأنه استضافتنا الليلة بهالويبينار وعطتنا مجال إن نحكي بهالموضوع. وكمان قبل ما أحكي أي شيء بحب شوي ضوي على موضوع هو الترمينولوجي. نحن منا ميديكال فيلد، نحن هيلث كير وركرز، هيلث كير health field، لأنه إذا كان medical يعني أنا ما بكون موجودة ولا الفيزيوثيرابيست موجودين ولا غيري موجود. medical يعني أطباء، health هي الأمبريلا، هي الشمسية يلي بتغطينا كلنا سوا. بقى بتمنى أنه الترمينولوجي تبعنا يعني نبلش نغيرها، لأنه نحنا كمان مرة كمرضات ومرضين فرجينا أنه نحنا discipline، نحن موجودين على الأرض، نحن بنشتغل مع الأطباء، مع الفيزيوثيرابيست، مع الدايتيشن، مع الفارماسيست، كلنا سوا بنتعاون فريق واحد لمصلحة الإنسان إذا كان مريض ولا إذا كان إنسان بالمجتمع. بقى ترد على سؤالك، أكيد المرضات والمرضين والكل صار يعرف أنه نحن أصلاً كنقابة نحن بلشنا تدريب للمرضات والمرضين بلبنان مع منظمة الصحة العالمية قبل ما صار أي حالة كوفيد بالبلد. نحن كنقابة كنا عم نراقب شو عم بيصير بتشاينا بيوهان، وقدرنا انه اكيد هالبانديميك هيدي رح تكون بانديميك ورح توصل لعنا. سو بلشنا بالتدريب وعملنا مثل تي او تي ترين اوف ترينرز، ودربنا مرضات ومرضين frontliners بالطوارئ بمراكز رعاية صحية أولية، حتى دربنا الممرضين الفلسطينيين كمان شو هو الكوفيد، كيف نحن نحمي حالنا، كيف نحمي المرضى. هلأ الكوفيد بحد ذاته كفيروس هو منه شيء بعيد عنا كمرضات ومرضين، لأنه نحن من أول سنة تمريض بس يجي التلميذ في عنا هالأول كورس بياخدوه منعلمهم كيف يحموا حالهم ويحموا المرضى بكافة الظروف. يعني في عنا أوقات اللمس، في عنا respiration، في عنا مريض هو بيكون مناعته ضعيفة بدنا نحميه منه. بقى نحن ما عنا مشكل أبدا نتعاطى بالكوفيد. ومثل ما دايما بقول بمحاضراتي، يا ريت نحن بلبنان كنا بس عم نتعاطى بالكوفيد. لو بس عم نتعاطى بالكوفيد بلا غير مشاكل نحنا كنا بأحسن حال. بس بدنا نتذكر أنه نحنا عم نتعاطى مع جائحة بظل ظروف اقتصادية كتير صعبة. نحنا عنا البلد مأفلس، يعني عم نشتغل بجائحة لازم يتأمل لها كل استراتيجية على الأرض، وهالاستراتيجية بدها مصاري ونحن مش قادرين نأمن من مصاري. هي أول تحدي كان للمرضات والمرضين. تاني تحدي كان كمان اقتصادي، لما بلشوا المستشفيات يخففوا من أعداد المرضات والمرضين، بلشوا يطلعون من أشغالهم، بينما العالم كله كان عم بيطلب مرضات ومرضين. يلي بقيوا كان عليهم تقل كتير كبير. نحن بنعرف انه البيشنت تو نيرس ريشو قد ايه لازم يكون لكل ممرضة او ممرض بالعالم هو
أربع مرضى بالريجولر يونت يعني patient في يتحرك acuity منقول 1 to 2. نحن بلبنان أعطينا recommendation لوزارة الصحة يكون العدد 8 قلنا بيمشي الحال. بلبنان هلأ وخصوصا بظل الجائحة العدد عم بيكون كتير أكبر 18 و20، وهيدا بشكل خطر على العناية التمريضية وخطر على كل إنسان بفوت على المستشفيات. ثالث تحدي كان أنه للأسف مرضاتنا ومرضينا كانوا عم بيكونوا خط أمامي، هن عم بيكونوا على تماس مع المرضى وما عم بينعطوا ماسكات ليحموا حالهم. يعني كانوا عم بينعطوا ماسكين بالنهار وب 12 ساعة وهيدا منه كافي أبدا، وفي فترة من الفترات طلعولنا بموال أنه منستعمل الماسكات القماش وبلشوا يجيبولنا ريسيرش عليها ونحن كنا ضدها وفتنا بحملة قوية كنقابة، وبينت الأيام أنه ماسك القماش ما بيحمي أبدا. رابع شغلة للأسف يعني كل أخبار سوء عم بحكيها هلأ هون، أنه مرضاتنا ومرضينا اللي كانوا عم بينصابوا الـ14 يوم أول شيء وبعدين العشرة أيام حسب ريكومنديشن تبع WHO، المستشفيات زيادة على اللي كانوا عم بيعملوه غير خصم معاشات، غير أشهر ما عم بيقبضوهم، غير عم بيشغلوهم نص دوام لأنه ما بقى بدهم هني، كانوا عم يحسبوا مدة الحجر من المرضى، يعني عم بيدفعوهم عم بيخصمولهم زيادة من معاشهم يلي هو معاش اوريدي كتير قليل على اللبناني وما صار في أي adjustment. نحنا رحنا كنقابة على وزارة العمل وطلعنا قرار مشكورة وزيرة العمل انه مدة الحجر بدها تكون على حساب المستشفى مش على حساب الممرضة. مع كل هيدا نحن ضلينا واقفين، نحن كنقابة كنا عم نعمل توعية لمرضاتنا، كملنا للشعب اللبناني، عم بنعمل اللجنة الاجتماعية عم تعمل فيديوهات بسيطة بكلمات سهلة توصل لكل العالم. لو وصلنا للفاكسينيشن، الفاكسينيشن إذا بتشوفوا المراكز هي من دارة من المرضات ومرضين يلي عم بيقوم بعملية التمنيع بالمجتمع هن مرضاتنا ومرضينا. للأسف نحن لحد اليوم ما عندنا أرقام رسمية قديش مرضات ومرضين طعموا، بس أرقامنا الغير رسمية بتقول أنجأ النص يلي بيشتغل بالمستشفيات، كل اللي بيشتغلوا بمراكز رعاية صحية أولية، بجاردوريات يلي عم بيقولوا بدها تفتح التنين، باللي بيشتغلوا بالتمريض المنزلي، عندنا حوالي 11 ألف مرضى وممرض غير حاصلين على اللقاح بعد اليوم، غير أساتذة الجامعات يلي هن كمان بيكونوا على الأرض بستاج مع تلميذهم، وهيدا الشيء نحن كمان استنكرناه وغير مقبول. وبرضو نحن منقول هيدا وطننا، هيدي واجباتنا، بس رح نعمل واجباتنا بس ما رح نعملها على السكت، رح نعملها ونحن عم نعترض نحن ومعلين صوتنا تا اللي ما عنده دينين يسمع أنه مش بهالطريقة يعامل قطاع هو ضحى بحاله. كلنا يمكن بتقولوا لي ايه العسكر بيضحي بحاله، العسكري بيضحي بحاله بس ما بيضحي بعائلته. نحن كمرضات ومرضين لما نكون على الارض وفي كتير خطورة ان ناخد الفيروس معنا على بيوتنا، يعني نحن مش بس عم نضحي بحالنا وهيدي واجبتنا، عم نحط عيالنا بخطر، وهيدا الشيء يمكن اكيد بيستحق تقدير. نحن الزقفة اللي حصلنا عليها من كم شهر من الشعب اللبناني مهمة للمعنويات، بس المعنويات ما بتطعم للمرضات والمرضين يلي صاروا معاشاتهم ما بتقدر تعيشهم، وهيدا عم بيؤدي لهجرة. نحن عنا أكثر من 600 مرضى وممرض من حملة الشهادات الجماعية من ذوي الخبرات يلي تركوا البلد والحبل على الجرار، كل يوم بالنقابة ما بلحق أمضي وراء، والخطورة فيها بتقولوا لي نقيبة ما أنتوا 16 ألف وأكثر مرضى وممرض، طيب 600 شو بيعملوا؟ نحن لقلكم بلبنان القطاع التمريضي مقسوم شقين، 49% من حملة الشهادات الجامعية، 51% من حملة التكنيكال ديجريز،
يلي عم بيفلوا الأكترية هن من حملة الشهادات الجماعية، والأخطر من هيك من ذوي الخبرات. نحن منعرف لما نفوت على مستشفى يمكن العالم العادي بيطلعوا ايه الأرض عم تبرق، في عندهم هاي تك إكويبمنت، بس نحن كمرضات ومرضين منطلع على المرضات والمرضين، منطلع على شهاداتهم، منطلع على خبرتهم. الخبرة بالتمريض إلى حقها، ونحن عم نخسر الخبرات وعم بيفلوا عن جروب، والأخطر من هيك عم بيفلوا عن محلات ما رح يرجعوا منها. اللي بيروح على أوروبا، اللي بيروح على أمريكا، اللي بيروح على كندا، هيدا شخص ما رايح وعم بياخد عائلته تيرجع. للأسف هيدا الحالة. نحن منا ساكتين على الوضع. نحن توجهنا مرتين أو ثلاثة لمجلس الوزراء، كنا حاضرين وعلينا الصوت، عم نحكي مع وزارة الصحة، وزارة العمل. هلأ الحالة صعبة، الحالة أكيد صعبة، بس دايما في إشياء مهمة وفي إشياء أهم. بفتكر إن ننتبه للقطاع التمريضي، هو الشغلة اللي كتير مهمة، لأنه الكوفيد حتى مع الفاكسينيشن، حتى لما يصير عنا الهيرد إميونيتي، يعني أكثر من 80% من الشعب يكون مطعم، الفيروس باقي معنا. بلس ما ننسى أنه الحياة مستمرة عن باراليل مع الكوفيد. في عنا ناس بكرة بس يخف الكوفيد المستشفيات بدها تتعبى، كل الكولد كيسز، كل الحالات الباردة هلأ ناطرة، بكرة بس يخف تخف الجائحة مستشفيات بدها تتعبى، ناس عندهم حالات كانوا ناطرين بدهم يفوتوا على المستشفيات، مين بده يعتني فيهم إذا مرضاتنا ومرضينا تركوا البلد؟ بتأسف أنه كل أخبارنا منا كتير بوزيتيف. الشغلة الوحيدة البوزيتيف نوعدكم فيها، نحن حدكم، نحن باقيين، نحن مناضلين، ما رح نترك وطننا لو شو ما كان. النقابة رح تضل واقفة ونضلنا نشتغل لنحسن ظروف للمرضى والمرضين. شكرا. Thank you so much دكتور دومت. فعلا نحن منشد عائدكم ومنقدر قدي تعبكم ومجهودكم بهذا الموضوع. رح انتقل طبعا لمستر بول مقدسي يلي هو أخصائي في تصوير الأشعة والرنين المغناطيسي أو الـMRI، ورئيس نقابة المصورين اللبنانيين، ورئيس الجمعية اللبنانية للخريجين في التصوير الطبي، وأمين صندوق الاتحاد العربي لأخصائي التصوير الطبي، وطبعا كمان هو أستاذ محاضر بكلية الصحة العامة بالجامعة اللبنانية. مستر مقدسي، بدي أسألك عن دور المصورين، طبعا مصوري الأشعة، بكشف هذا المرض والخطورة عليهم. وطبعا الناس لازم تعرف قدي أنتوا كمان عم بتحطوا حالكم بمطرح خطر، وعم تكونوا أساسيين بالكشف من خلال التصوير، طبعا تصوير الصدر ولا يبين هالفيروس وغير مواضيع بتحب حضرتك كمان أنه تتطرق لها. الكلام لألك، تفضل مستر بول. شاهين على المقدمة، وشكر كمان لزميلتنا ومشاركتنا بالنضال مثل ما حبيت تقول الدكتورة دومت. عم نناضل ولح نضل صامدين بنضالنا. والشكر الأساسي أول شيء للجامعة العريقة، جامعة اللي حاولت على طول على مواكبة كل التطورات هلأ وجهاً لواجه مع الكوفيد يلي عم نحاربه كلنا، وإن شاء الله ننتصر بحربنا عليه. أول شيء نتشكر العميدة دكتورة ديالا على جهود المستمرة، كمان كما نشكر كل زملائنا المشاركين الصحي حبيت تسمي دكتورة دومي. أول شيء اللي بدي اتناوله اليوم بحديثنا هو كنقابة تقنية الأشعة، شيء بنسميه جديد قديم. وقت بنحكي جديد وقديم، يعني وقت بنحكي على الأمراض المعدية، نحن بنعرف إنه الأمراض المعدية من زمان موجودة، مش بس الكوفيد 19 هو معدي. عشان هيك نحن بصلب تحضيرنا الجامعي عطول في عنا نتعلم كمان هالشيء، تفضلت قالته الدكتورة دومي، هيك نتعلم كيف سبل الوقاية لإلنا وللمريض. هلا بالنسبة للكوفيد 19 شوي الوضع بيختلف. ليه؟ لأنه تنقدر ناخد كل احتياطاتنا اللازمة تجاه المرض المعدي،
المشكلة معه إنه يمكن غير أمراض معدية تنتقل بطرق مختلفة. أكثر طريقة بينتقل فيها مثل ما كلنا بنعرف الكوفيد 19 أو الكورونا هو عبر المجاري الهوائية أو التنفس والرذاذ. نحن بنعرف، رح أعرض عليكم فيديو صغير بفرجينا كيف عادة نعمل صورة الأشعة. فإذاً إذا لاحظنا بهالمداخلة الصغيرة بهالفيديو إنه وقت نكون نحن عم نعمل صورة الأشعة عم نطلب من المريض ياخد نفس غميق، ونحن عم نكون قريبين لإله كتير لحتى تطلع لنا هالصورة اللي شايفينها قدامكم، والصورة هاي منسميها إذا بدكم normal chest x-ray، صورة واضحة مبينين رئتين بكاملهم وخصوصاً على الكعب آخر شيء ما يسمى الكول دو ساك أو الركنين يلي بيكون ما مبين فيهم أي التهاب. إذا ما بليز معلش ما تأخذنا عم أتشك، نحن مع الباوربوينت منا شغالة قدامنا على السكرين، ما عم نشوف اللي عم تحكي عنه. سوري لح أرجع أشوف شو المشكلة. سوري ما تأخذنا. لا أكيد أنا عامل شير. لا مش هلا مش الحال مش بول مش مش الحال هلا نعم هلا مش الحال نعم بتصور الانترنت كونكشن عندك فيها مشكلة صغيرة بس هلا مش الحال. طيب بتحبوا ارجع عيد ال تفضل من 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 مطرح ما حضرتك وصلت هلا واضحة الصورة. اوكي الفيديو الصغير يلي بفرجينا كيف عادة نعمل. الكونكشن ما راح تسمح للفيديو، خلينا نشوف الصورة. صحيح صحيح رح نكفي من هون، هيدي الصورة واضحة. رح نكفي من هون. الفيديو كان عم فرجينا انه نطلب من المريض اكثر من مرة يقطع نفس لحتى يتعود للمريض، وعم نطلب منه يقطع نفس خصوصا مرضى الكوفيد عندهم بيكون ضيق تنفس. وقت انا عم بيجي اطلب منهم يقطعوا نفس هالشيء عم بحفز عندهم اكثر السعله، ومتى صاروا يسعلوا كبر الخطر كبر خطر العدوى. رح نشوف بعض الصور بس لناخد فكرة عن الكوفيد كيف بيكون. هيدي الصورة لالتهاب رئوي عادي، نشوف الفرق بينه وبين الصورة اللي شفناها قبل شوي للنورمال تشيست اكس راي، نشوف كيف معش مبينين الرواية بكامل نظافتهم. بنروح على الصورة الثانية لنشوف الكوفيد 19 كيف بيعطي ما يسمى الفيردي بولي بالفرنسي او الجراوند جلاس، يعني مثل الزيز المهشم او كانه منه ترانسبرنت. هي باول حالات. بنروح لحالات تانية اصعب وقت نضطر نعمل صوره اون بيد للمريض بتخته وبيكون بحالته كتير تعبان، بنشوف انه الروايه عنده صاروا اكثر واكثر. هون بنوصل للمرحله وقت بيكون الراديولوجيست عم بيعمل تقييمه للمرحله، بيحكي بشيء اسمه quantification، يعني عم نحكي percentage قدي صار في إصابة بهالرئتين 30% 40% 70% مثل ما شايفين بالصورة قدامنا هون قديش الرئتين صار فيهم إصابة. والتصوير الطبي ما بيكون بس بحدود صورة الأشعة السينية للرئتين، فعنا التصوير الطبقي المحوري اللي كلكم بتعرفوه يلي هو السيتي سكان. كمان بالسيتي سكان رح نكون كتير قريبين للمريض، والمريض بحاجة لنساعده لينتقل على التيبل اللي بده يعمل فيها الاسكان. كمان بدنا نطلب منه يقطع نفس، ووقت بيقطع نفس كمان زاد مخاطر العدوى. مشان هيك بدنا نكون اخدين كل احتياطاتنا اللازمة. رح نرجع لآخر الليكتشرز نشوف بعض الصور كمان اللي بيعطينا إياها الاسكان.
كيف أول الإصابة، كيف بيكون الإصابة على البريفيرال على جدار الرئتين، بحالة متقدمة أكتر بتروح للسنتر أكتر على الهيل بيومونير، وبعدنا عم نحكي على الجراوندنج جلاس مثل الفيردي بولي أو الزجاج المهشم كأنه منه ترانسبرنت. فإذا عم تشوف بعض الصور هون صرنا بالسنتر أكتر. آخر قبل آخر مرحلة بيصير في عنا نوع من الهالو كأنه مثل الهيل، يعني بيصيروا مبرمين البايلاترال على الميلتين، وهيدي مرحلة كتير متقدمة. وآخر شيء في عنا وقت بيكون صار أكثر من 70% أو 80% من الرئتين، والمرحلة الأصعب هي وقت نصير بحالة البلمونري أمبوليزم، يعني بيصير في عنا نوع من الانسداد الرئوي نتيجة التجلط، وهيدي المراحل الخطرة كتير بتؤدي للوفاة. نتيجة ما تقدم لحتى ما نطول كتير، في عنا خلاصة معينة بناخدها، وهي إنه في عنا دور كتير كبير أكان للأشعة السينية أو السكان الطبقي المحوري لحتى نقيم وضع مريض هالكورونا كيف عم تتطور حالته. نتمنى على طول تكون عم تتطور حالته إيجابيا للسلامة، ولكن في حال كان عم يتطور لوضع مزري لا حول ولا قوة. بس نحن علينا كطاقم صحي وعم بيساعد، بدنا نكون عم نساعد حالنا قبل شوي بسبل الوقاية والحماية، يعني لازم تكون أول شيء أمانتنا. برجع بشدد على قالته دكتورة دوميت إنه نحن في عنا كتير مرات ما عم بيكون عنا مأمنين هالسيفتي ميجرمنت يلي بيساعدونا نكون عم ناخذ كل احتياطاتنا اللازمة، وخصوصا في أشياء معينة لازم نعملها، ومن هالأشياء الضرورية هي اللقاح يلي هو خطوة أساسية للحد من انتشار فيروس كورونا. بعض الزملاء يلي خضعوا للقاح إن شاء الله الكل بيقدروا ياخدوا بغض النظر عن نوعية اللقاح، المهم يكون عم ياخدوا الحماية اللازمة. وبتشكركم إن شاء الله. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Mahdisi. Very valuable presentation. وفعلاً يعني ضروري إنه هاللقاح يكون عم يتاخد من هالفرونت لاينرز يلي حضرتكم ناس أساسيين منهم. رح انتقل لدكتور كارلو سعد يلي هو رئيس قسم العلاج الطبيعي بمركز كليمانسو الطبي طبعاً المرتبط بجون هوبكنز، وهو كان على مدى سنوات المسؤول عن المنتخب اللبناني لكرة السلة وعضو اللجنة الأولمبية، وحاصل على دكتوراه بالعلاج الفيزيائي من جامعة USG طبعاً الجامعة اليسوعية بلبنان. ومنذ 2012 هو السكرتير الشؤون الدولية والعلاقات العامة بنقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان. دكتور كارلو، بحب أنه نسمع منك أهمية الفيزيوثيرابي بالمتابعة، وخاصة موضوع البريث هيلينج أو كيفية التنفس لمريض الكوفيد 19، خاصة من بعد خليني أقول ما يكون عم يتعالج عم يتعافى عفوا. فالكلام لألك، لا تعطينا هيك نبذة عن هالموضوع إذا بتريد، تفضل. أول شيء بحب أرجع أمسي على الجميع، بتشكر جامعة الحكمة والقيمين عليا دكتور خوري، حضرتك مستر شاهين. It's a great pleasure معكم الليلة، نسيل استضافتكم. Great pleasure نرجع هيك نلتقى بوجوه صرنا زمان مش شايفين، الأيام الصعبة بعادتنا عن بعضنا لسوء الحظ بهيدي الفترة. نحن كفيزيوثيرابي عادة الانترفنشن تبولنا بتكون من بعد ما يكون بلش يتعافى patient الكوفيد، يعني هو رح يكون إذا كان بريجولر فلور أما كان بآي سي يو يونت رح يكون incomplete bed rest CBR conditions alité patient alité pour une longue durée، ما رح يكون قادر مرتاح لا يشتغل لا نفسه بيسمح له ولا حالته physically الphysical assessment تقولون ما بيكون قادر يسمح لهم كمان يكونوا عم يشتغلوا مثل ما لازم. أول بارت اللي هي بيور ميديكال ونيرسينج كير رح تكون عم تهتم
بالحالة اللونجز والجنرال كونديشنز تبعولون أشخاص بيكونوا على نيزل كانولا عم بياخدوا الانهيليشن تيرابي تبعولون في ريسبيراتوري تيم بيكون عم بيهتم فيهم بينقلهم حسب جراجولي كيف عم بتصير الريجريشن عندهم والديتيريوريشن عم ينقلهم من النيزل كانولا للفيس ماسك للنون ريجليسر ماسك لباي باب ماشين لا يوصلوا بالآخر للإنتوبيشن. بكل هالمرحلة دور الفيزيوتيرابيست مينيمال وشبه ما منكون موجودين بهيدا المرحلة. بيكون ببرون بوزيشن البيشنت البرونينج اللي عم بيصير. نحن مرحلتنا بتجي later on بوجود بروتوكول محدد للكوفيد 19 قدرنا حطينيه. أنا ما كنت عارف إنه بقدر نحضر presentation powerpoint سوري بعتذر منكم وما بعرف كيف بقدر هلأ فرجيكم كم سلايدز جاهزين معي يعني أنا على الآيباد قدامي ما بعرف إذا بقدر مرقهم بس منقسم نحن الشغل لمراحل حسب البيشنت بأي كونديشن والأسسمنت تبعوله لوين وصل نقدر نكون عم نشتغل مع ببيجنينج فيز اللي هي البيشنت أول ما ببلش يتعافى ونقدر عم نستلم صراحة من بعد خبرتنا مع البيشنت الكوفيد عم نستلم بيشنت عم بيكون وضعه جدا دقيق فيزيكلي عم بيكون حسب كل بيشنت حسب عمره حسب الفتنس ليفل اللي كان عنده إياه قديش طول بالانتوبيشن بيريود قديش كان وضعه دقيق قديش لقى قديش كان كريتيكال عم نكون عم نقدر نشتغل معهم للبيشنت. منبلش أكيد ببيجنينج فيز بإكزرسايز كتير سهلين ما بيتطلبوا منه هالمجهود ما بيتطلبوا منه هالتعب ما أخدين بعين الاعتبار قديش هو على كم liters of oxygen عم بيكون موصول عليهم. عم نرجع نشتغل بالبيلدينج فيز بس ليكون عم يتعافى أكتر وأكتر عم نكون عم نبلش نمرنه مع أوزين عم نبلش نحطه تحت resistance progressive resistance بيحمل أوزين بيحمل بيشتغل على البادي ويت تبعوله بيعمل الاكزرسايز تبعوله لا ننقل بالآخر على البيينج فيز. البيينج فيز هي return to his way of life كيف عم يقدر يرجع يستعيد حياته الطبيعية ويتعافى كليا من الكوفيد 19. الأهم شيء نحن بالبريكوشنز يعني نحن how and when to begin the exercise. إذا الشخص عنده حرارة إذا الشخص عنده shortness of breath إذا عنده difficulty of breathing while resting يعني إذا in rest time عم بيكون في عنده ضيق بالتنفس عنده كل هال shortness of breath مثل ما قلنا إذا عنده chest pain إذا عنده palpitation إذا في عنده swelling باللegs هودي كلهم نحن هون ما بنقدر نكون عم نبتديله بالexercise تبعوله. أوكي قلنا how to begin the exercise نرجع how when بيكون في عنا red flags أما بيكون في عنا how when you can stop the exercise ما بيقدر يكفي the exercise immediately he has to stop exercising. أوكي وقت بيكون في عنده dizziness ما رح نقدر نكون عم نعمل له هالcardiovascular training اللي لازم يكون عم يعمله هو 5 دقايق بالنهار منبلش 3 لـ5 مرات بالنهار كل مرة 5 دقايق يكون عم يمشي بنرجع شو عم بيتطور حالته عم يتحسن نقدر نزيده لـ10 دقايق 2 لـ3 مرات بالنهار بيرجع عم بيكون أحسن وأحسن صار بالستيج متقدمة من التعافي كمان بنقدر نزيد له إياهن لـ30 لـ45 دقيقة 3 لـ5 مرات بالأسبوع هيك بنكون عم نتطور نحن وياه. سو هون كمان الاكزرسايز ننتبه على الريد فلاجز اللي هن الديزنس اللي هي ضيق بالتنفس زياده عن اللازم وزياده عن العادي مور ذان نورمال وقت بيكون عم بيعمل الاكزرسايز تبعوله هون كمان لازم يوقف. تشست بين كمان كتير بنكون منتبهين ل الاكسسيف فاتيج
إذا نحن عم نطلب منه يعمل مجهود ومنلاقيه مثل ما قلنا نفسه عم بيضعف بسهولة وعم بحس بتعب زيادة عن اللزوم، كمان هون لازم يوقف. الريجولر بالهارت بيت، إذا في عنده أني أريتميا، عنده تاكي كارديا، كلهم هودي بيطلبوا منا نوقف نحن الاكزرسايز وننطره ليصير أحسن، وناخد كليرنس أكتر من البنيمولوجيست، ناخد كليرنس من الكارديولوجيست. اوكي، سو هودي اساسيات نحن عندنا بالبروتوكول فيزيوثيرابي تريتمنت اللي عم بيكونوا ابليكابل على البيشنت. هلا بما خص الدايركت كونتاكت وهيك، مثل ما قلت لكم نحن تقريبا عم بيكونوا ظهروا من البوزيتيفيتي فيز، ما عم بيكونوا بقى بوزيتيف، بس كمان عم نكون بالكلينكس as outpatients. when we receive outpatients كمان أشخاص ما عم بيكونوا asymptomatic، أشخاص ما عم بيكونوا عارفين إنه هني معهم COVID-19، مشان هيك عم ناخد كل هالsafety measures، كل هالPPEs، نتفت انتروغاتوار خفيف مع البيشنت إذا خالط، إذا كان عنده ناس من برا جايين. قبل مثلا نحن لسوق الحصة ما أصعب من برا، يعني صرنا من البلدان تصنف من البلدان الصعبة، يعني عم نكون اخدين قد ما فينا. هلا كفاكسين تصنفوا الفيزيوثيرابيست بالكاتيجوري 2 بالسكند كاتيجوري، اللي هي ما راح تكون باول فيز، اللي هي مرقت باول هلا اسبوعين او 10 ايام تقريبا. بس هون كمان فيها نتفت كونتراديكشن، انه في اشخاص عم يفوتوا يشتغلوا بالاي سي يو، الاشخاص اللي بيشتغلوا بالدومين اوسبيتاليه عم بيكونوا موجودين والمستشفى معروفة يعني كيف عم بتكون الكوفيد 19 فيها، لو ما كان الواحد بالكوفيد 19 يونت، بس كمان المستشفى فيها تخالط كبير يعني وما حدا بيقدر يحصرها. اكيد كل المستشفى اخذت كوفيد يونت لوحده الى الانترنس تبعولا الى النيجاتيف بريشر يونتس كلهم موجودين، بس ما في شيء يقول انه المستشفى هو بيكون محمي. مشان هيك نحن عم نطالب وعم نكثف اتصالاتنا بوزارة الصحة انه الفيزيوثيرابيست ما يتأخروا كتير باخذ اللقاح، لان هالشيء عم بيحطهم تحت خطر، والفيزيوثيرابيست بيقدر كمان يزيد من السبريدنج بعدين. سو ضروري. ثانك يو سو ماتش دكتور كارلو. من هون بدي تفضلي دكتور ديالا، عندها شيء يمكن بدها تقوله، بس كنت بدي من هون اعطي الكلمه هيك دقيقه لكل شخص منكم لنحث الناس تعملوا الفاكسينيشن، تتخبرونا شوي اكثر انتم كمان بمواقعكم، هل اخذتوا الفاكسين ولا بعد ما اجى دوركم، وهو قديش مهم انه تكونوا عم تاخذوه قبل غيركم. دكتور ديالا تفضلي. أنا كان بدي أتشكر دكتور دومت، دكتور سعد ومسيو مقدسي، وبدي أوعد الناس اللي معنا أنه رح نطلع بآخر الويبينار بريكومنديشنز من لقائنا، وبحب كمان نترك الفلور for few minutes إذا حدا من الحضور بحب يسألهم أسئلة دايركت. رح يكون عندنا قلنا بالأول دكتور ديالا أنه رح نطلع بريكومنديشنز بالآخر، بس إذا بتحبوا بالوقت الحاضر فيني أترك 10 دقائق للأسئلة من الـ 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 المشاركين إذا حدا بيحب. إذا حدا بيحب يسأل سؤال من المشاركين يتفضل بليز. في حدا عم يسأل إذا patient got an RNA type vaccine if it can give a false positive PCR. Actually the RNA which is in the vaccine is not the complete RNA of the virus. It's not the genetic material of the virus. It is the messenger RNA for one of the spike proteins. So usually it will not give a false positive, but false positive would exist anyways. So no, we're not giving the whole RNA of the virus. We're giving the messenger RNA to be translated to one of the spike proteins. Thank you. فيش سؤال تاني؟
في شخص عم بيسأل إذا منعرف إذا الفاكسين protect against asymptomatic infection and whether we still don't know how much they prevent the transmission. Actually, الأبحاث بعدها جارية على هالنقطتين. إذا لحديت هلأ ما منقدر نقول إنه الفاكسين إذا حدا أخذ الفاكسين وبعد كم شهر لقت الكورونا هو محمي، بس مش معناتها حامي غيره. بس في هلأ ستاديز عم بتصير كل فاكسين عنده percentages معينة، وناطرين نحنا البوبليكيشنز وهالستاديز تنحط بالمجالات العلمية ويتوافق عليها كرمال نقدر نعطي conclusions. يعني بعد الأبحاث جارية، وحتى بنقطة إذا بيقدر يحمي ضد الأسيمتوماتيك infection كمان هيدي بعد قيد الأبحاث. Thank you, Dr. Diala. في عندي Miss Chantal, يمكن she raised her hand, إذا ماني غلطان. مرسي جميعاً لمداخلاتكم. بس دكتور ديالا إذا بتسمحي لي أن أتوجه بالكلام لدكتور دوميت وإلا أنه كل مرة منسمعها منفتخر فيها ومنفتخر كمان بالمهنة يلي وبهالنضال الكبير يلي كل ممرض وممرضة عم بيقوموا فيه. بدي أطلب من دكتور دوميت توجه كلمة لطلاب التمريض، لطلابنا بجامعة الحكمة، لأنه هن كمان رغم عمرهم الصغير عم يحملوا مسؤولية مهنتهم والفورماسيون تبعهم، عم بيكونوا موجودين بالمستشفى يواجهوا كل المخاطر يلي موجودة تا يكونوا عم بيأدوا واجبهم التعليم على أكمل وجه. بقى بليز دكتور دوميت بدي منك هيك كلمة تشجيعية لكل طلابنا بالسيونس انفيرميير تا يشعروا أنه نحن كلنا حدهم ومعهم، وهن عم يكونوا وجه كمان لهالمهنة، ونحن متكلين عليهم بال 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 بالمستقبل القريب. مرسي لإلك. وأكيد نحن طلاب التمريض هن بقلب النقابة وبفكرنا وبظل اهتماماتنا، ونحن عنا بالنقابة جمعية لإلهم هي اللنسة. بس للأسف لأنه هلأ الجامعات عم بتكون أونلاين ما صار في انتخابات السنة، بس الطلاب عندهم دور كتير مهم. إذا مش بس بالمستشفيات عندهم دور توعوي بين أصحابهم الطلاب يلي من غير التمريض، بين بالمجتمع تبعهم، بعيالهم، بالحي، بالكوميونيتي تبعهم، ونحن نتكل عليهم على هالدور التوعوي. مشان هيك كتير مهم إن يفهموا شو عم بيصير. وهلأ إذا بدنا نحكي أكتر، لأنه أنا كمان أستاذة بجامعة وبعلم تمريض، هلأ الـ AACN American Association of College of Nurses they recommended أنه يصير في تدخيل لمادة الباندميك والإمرجنسي بريبيردنس والكوفيد بكل النيرسينج كيريكولا. يعني تلاميذ التمريض لازم يكونوا موجودين، لازم يعرفوا شو عم بيصير، لازم يتعرفوا على different types of vaccines وشو دور الفاكسين والفرق بين الفاكسين التقليدي والmRNA، لأنه هني بيلعبوا دور كتير مهم. أكيد نحنا منحنيين لأنه هن المستقبل، نحنا متكلين عليهم، ونحنا منتمنى أنه هلأ بسنين الدراسة يبنوا هالبادي أوف نوليدج. نحنا ما فينا نثبت حالنا إلا إذا كان عنا the power of knowledge. ما فينا نغير البيهيفير تبع العالم، لأنه أنا كمان ما بدي خوفكن هون، نحنا رايحين على كارثة تانية، متوقعين spike surge تاني. عنا أول عيد كبير، عنا شهر رمضان 30 يوم إفطارات، وعنا عيد كبير تاني. إذا ما صار في تغيير بسلوك العالم، نحن رايحين على كارثة القطاع الاستشفائي هالمرة ما بيقدر يواجهها. رح نكون نحن، لأني كمان مثلا بلجنة كورونا في عنا زميل باللجنة اللي هو بيشتغل إحصاءات نبيل رزق الله، عملنا سيموليشن، رح نكون بحاجة ل 16 ألف تخت استشفائي بالنهار، وهيدا رقم مخيف
نحن ما عندنا لا القدرات البشرية ولا القدرات الفيزيكال تنقدر نواجه هالشيء. بدنا نشتغل على تغيير سلوك العالم من هلأ. البلد بده يفتح، بس مثل ما كنا عم نقول من أول الجائحة، بدكن البلد يفتح وتكمل الحياة ويرجع الاقتصاد يمشي، بدنا نتبع المعايير. أكيد أخذ اللقاح هو ضروري، هو واجب وطني. وأنا بسأل بس يلي بيشكك، كم شخص صار ميت من اللقاح؟ صفر بالعالم. كم شخص صار ميت من الكورونا؟ شفنا الأرقام بالألوف إذا مش بالملايين. بقى هيدي الشغلة، بس هل الأرقام هيدي هي اللي بتفرجينا أهمية اللقاح؟ مع اللقاح نحن بدنا نضلنا نحط الماسك، تباعد اجتماعي وغسيل يدين، لأنه اللقاحات هلأ ودكتور خوري عطت البرسنتج قديه بيحمو. الفايزر يلي هو أعلى شيء 95%، يعني 5% عنا مجال أنه نحن نلقط. بس إذا لقطنا هالفيروس ما رح يمكن حالتنا تستدعي إننا نفوت مستشفى، أو إذا استدعت إننا نفوت مستشفى ما رح نفوت ICU، وإذا فتنا ICU يمكن ما نعوز intubation. So بدنا ننتبه، وإذا تلقحنا مش معناتها نحنا ما فينا يكون عنا الفيروس. وإذا شفنا شخص تاني منه ملقح ننقله إياه. منشان هيك نحن بنحكي على الهيرد اميونيتي. الهيرد اميونيتي هي مناعة القطيع من خلال اللقاح لنمنع هالفيروس. الوحيدة، الطريقة الوحيدة لنقدر نسيطر عليه هو نمنعه يتنقل بحرية بين المجتمع. إذا أنا ممنعه وشخص اللي بوجهي ممنع، هالفيروس ما في يقطع. نحن عم نقطع له طرقات، عم نحط له حواجز. أول حاجز قبل اللقاح كان الماسك والتباعد الجسدي، لأنه نحن بنعرف أنه بينتقل باللعاب. يعني لما نحكي رح أحكيها مثل ما هي ونبزق أو على أيضا حدا تاني يجي هاللعاب عليه، هيك بيصير طريقة الانتقال. بدنا ننتبه. أكيد نحن كنقابة، وأنا شخصياً بطلب من الجميع هل لقاح بيتوفر لإلهم ياخدوه. أنا شخصياً لأني أستاذي بحترم القوانين وبحترم اللي نحن حطيناه، وقلت لكم كل النيرسينج برايوريتي، بس في برايوريتيز بهالبرايوريتي. نحن اخر شيء كاساتذه تمريض، انا بعد ما تلقحت ناطره دوري مثل كل الاساتذه، عم بعطي الدور للمرضات والمرضين يلي هن على الارض. مع انه انا اليوم كنت كمان كلينيكال مع تلاميذي، بنزل على الارض بعدني وبشوف مرضى وبشوف ناس، بس مني معرضه قد المرضات والمرضين يلي هن فرونتلاينرز. سو انا بترك دوري لهم، بس يجي دوري. وهيدا لازم هيك بناء المجتمع، نحترم بعضنا، نلحق القوانين، وكلنا بيوصلنا دور. هلأ أكيد ما فينا نتلقح كلنا سوا مع بعض، لأنه عدد اللقاحات يلي عم تجي ما بتكفي. بس بكرة فيت لقاحات جديدة، القطاع الخاص فيت على الخط، سو رح يصير عنا أعداد تقدر تساعدنا إن نلقح كل العالم. شكراً. شكرا كثير دكتور دومت. الوقت شوي عم بيكون هيك عم بيدهمنا، يمكن بعد بنقدر ناخذ سؤال اخير قبل ما نروح على التوصيات، ودقيقه لكل مشارك تيعطينا توصياته النهائيه. بفتكر فينا ناخذ بعد سؤال واحد. مو سؤال، تفضل. جسمي جوزيف حاج، اتيديون اون فيزيوثيرابي 4ام اني. J'ai posé une question, s'il vous plaît, à Dr Diala et une autre à Dr Saade. La première, s'il vous plaît, Dr Diala, on a bien une seule question, s'il vous plaît. Une seule question, très rapide. Oui. بس حكينا كتير دكتور ديالا عن السايد إيفكتس الدخلي ببينه لور دي فاكسان، انه بتعلى الحرارة الى اخره. بس نعرف كمان نحن بالضمان ميديكال كل شيء ميديكامو وفاكسان احتمال يأتي سايد إيفكتس ديلاي، يعني بعد سنة بعد سنتين. في شي دراسات معينة بتحكي عن هيدا السايد إيفكتس الديلاي، معقول يبين بعد سنة عند الباسون اللي بياخدوا الفاكسان بعد سنتين ام اكتر؟ رح اسألك انا السؤال، عندك اتيود بيفرجوا الكورونا بعد سنة او سنتين شو رح تعمل بالجسم؟ كمان لا. بينما الفيروس هو كامل عم بيفوت على الجسم وما بنعرف شو رح يعمل بعد سنة أو سنتين، بينما الفاكسين هو شقفة كتير صغيرة أو فيروس مضاعف، بس هو عبارة عن بارتيكل قدرنا ندرسها ونتحكم فيها وعملنا فيها فيزز. فإذا عم تسألني هو ما بيصير إجمالاً مضاعفات للفيروس على الفاكسين على long term. I would take the vaccine and not the virus.
I hope good. It answered your question. Merci beaucoup. Thank you so much. You're so welcome. بفتكر فينا نروح على كل شخص من المحاضرين معنا. رح ابتدي من مطرح ما انتهت دكتور دومت بموضوع الفاكسين كيف بتشجعه. ودكتور دومت كانت كتير كريستل كلير وقالت انه انا بعد ما اخذت الفاكسين مع اني ناطرة دوري ورح اخده اول ما يصير لي الفرصة. توصية صغيرة من كل شخص مشارك معنا. رح بلش معك دكتور ديالا. تفضلي. بالنسبة لألي التوصيات هي vaccination مع كل الـ social distancing كرمال لنحمي الـ healthcare workers كرمال لنحمي مجتمعنا لأنه نحن الـ host تبع الفيروس. إذا هالـ host ما بقى عم بيتكاثر فيه الفيروس ما بقى بينتقل. We have no other choice. ما بعد ما في antiviral, unless a miracle, the vaccine is the only weapon we have against this pandemic, which is a real war. بأمريكا صار ميت ناس أكثر من ما مات بكل الحرب العالمية وبحرب الفيتنام. So for now, this is the only weapon we have. وأكيد التوصيات بتكون لكل قطاع بعت الكلمة للمحاضرين. Thank you, Dr. Khoury. Dr. Dumit, إذا عندك شيء تضيفي، تفضلي. أنا على السريع بدي أقول أكيد vaccination بس سرعة بالvaccination لأنه نحن خايفين يصير في عنا mutation. الفاكسين هو الكلمة السحرية بس ليصير فعال لازم يكون عنا سرعة، والvaccination لازم تترافق مع حملة توعية بتغيير بالسلوك. نحن ما وصلنا لجانوري surge إلا الاجتماعات بالبيوت، ناس يمكن ما راحت على المطاعم تجمعت بالبيوت. يا جماعة وين ما تجمعنا هو خطر. وبرجع بركز نحنا بعد شهرين إذا ما غيرنا بالسلوك، وهون الياس نحنا منتكل عليك أنت الإعلامي إنك تضوي على هالموضوع وكل واحد بمركزه إن نضوي إنه رايحين على كارثة، ومسؤوليتنا كلنا إنه نمنع من حصولها. شكراً. Thank you so much. بشد على إيدك أكيد، وبقول إنه فعلاً لازم نوعى على هذا الموضوع وكل شخص منا يكون عنده المسؤولية الخاصة والمجتمعية. بدي أعطي الكلمة لمستر مقدسي إذا عندك شيء توصيات. مستر مقدسي تفضل. أكيد أول شيء بدنا نرجع نشدد على بداية المحاضرة كانت مع الدكتور ديالا وعطيت فكرة عن اللقاحات. في نقطة مهمة كتير، في فكرة خاطئة عن أغلبية العالم وهي كانت نتيجة ما يسمى الفيك نيوز، وما وصل فيديوهات صغيرة على الواتساب وكلها كانت عم بد ما تكون عم بتشجع، كانت عم بتخلي العالم تهرب من اللقاح. فزن أنا بعتقد لازم يكون في حملات توعية لتغيير هالفكرة العاطلة عن اللقاح. اللقاح طول عمره كان بيعطينا حماية، كان بيعطينا نكون أكثر مناعة تجاه أي مرض. ما بعمره كان اللقاح يمنع المرض، بس كلنا بنعرف اللقاح بيؤدي لتخفيف وطئة المرض علينا. فزن هون أكان في يلي وصلوا لنا المسج غلط إنه نانو بارتيكلز أو mRNA المسج لح يغيرنا بسلوكنا أو شيء. في عنا عدة أنواع من اللقاحات، لازم يكون في حملة توعية لكل أنواع اللقاحات وحملة تشجيع للعالم إنه ما يخافوا من أخذ اللقاح، مع إنه لو أخذوا اللقاح بدهم يضلوا يحافظوا على سبل الوقاية من الكمامة، من الغسيل المنتظم والتباعد لفترة معينة ليكون خف نسبة العدوى. Thank you Mr. مقدسي. دكتور سعد تفضل. دكتور سعد you need to unmute. دكتور سعد بعده الميكروفون عندك ميوت. يلا هلا. كمان قبل اول ما بلشت الكوفيد 19 كنا ما في عندنا غير البريكوشن انه تو ويرينج بي بي ايز، ننتبه بالهاند هايجين، ننتبه بالسوشيال ديستانسينج. اجتنا الفرصه الفاكسينيشن لازم تستفيد منها العالم عليها مسؤوليه.
كمان الدولة عليها مسؤولية. نحن كتير عتلانين هم كنقابي موضوع الفيزيوثيرابيست ما عم بيقدر يحصل على اللقاح بعد لحدلا الفيزيوثيرابيست شغلة أساسية عم نشتغل ليل ونهار واتصالاتنا ما عم تهدى كرمال نقدر نأمن الفاكسينيشن للفيزيوثيرابيست اللي بتمنى نقدر نوصلها بأسرع وقت ممكن. بتشكركم عن جديد ويعطيكم ألف عافية. Thank you so much. أهلا وسهلا فيك دكتور سعد. أهلا وسهلا بالجميع. إذا to wrap it up, vaccination والسرعة rapidity بهالموضوع. ننتبه من الفيك نيوز وننتبه من الإشاعات الخاطئة. الحملات التوعية ضروري تكون موجودة وبسرعة قصوى. الـ mRNA مش رح يغير لكم DNA ودائما ناخد البريكوشنز خاصة انه ادمين على فترة اعياد ممكن يكون فيها اختلاط. نضل واعيين على الموضوع لانه الموضوع جدا 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 جدي وما بيمزح. كوفيد ممكن يقتلنا مثل ما تفضلت وقلتوا. انا بتشكركم جميعا لحضوركم دكتور ديالا، دكتور دومت، دكتور سعد ومستر مقدسي. أهلا وسهلا فيكم. Thank you so much. ومرسي لجامعة الحكمة وكلية الصحة العامة لاستضافة هالويبينار. Thank you so much. It was a great pleasure. يعطيكم ألف عافية و stay safe. Thank you all. Thank you. شكرا. إن شاء الله بنلتقي face to face قريبا. إن شاء الله. شي بشرفنا أكيد. الله يقويكم جميعا. نعمل لقاءات علمية مثل ما دائما معودتنا جامعة الحكمة. شكرا لك ولجامعة الحكمة للشخص رئيس يا عامل.